وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بي ولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي وقرة عيني فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نوح الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والثمر فؤادي فقال يا أمه إن يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء فأقبل الحسين عليه السلام نوح الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال عليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بعبد الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابن أم رسول الله فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدي تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نوح الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتظن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نوح الكساء وقالت السلام عليك يا بتاه السلام عليك يا رسول الله أتظنني أن أدخل معكم تحت هذا الكساء
فقال وعليك السلام بذاتي ويا قرات عيني يا فاطمة قد زنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي اني ما خلقت السماء مبنية ولا ارضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبي فما دني رسالة فاطمة أبوها وبالها وبنوها فقال جبريل يا رب أتظن لي أن أهبط على الأرض ليكن معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد زنت لك فاهبط الأمين جبريل يا رب أوها الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اتاره الله إن الله عز وجل يكرهك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب القوم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علينا عليه السلام يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لأن يتفرقوا فقال علي نزل والله فزنا وفاجر شيتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد فقال رسول الله يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض في جمع من شيتنا ومحبينا وفي إمام من لا يفرج الله عنا ولا مضموم إلا وكشف الله غمنا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي نزل الله فزنا وسعيدنا وكذلك شيتنا فاز وسعيد في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة تسعة من غل الحسين عليه السلام استجب دعانا
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil.